الآن نتكلم عن كتب الهندوس، كتب الهندوسية اللي المقدسة. طبعا الأديان بصورة عامة، الأديان السماوية والأديان الوضعية. الأديان السماوية لها كتب منزلة موحى بها، مثل الإسلام والمسيحية واليهود والأنبياء اللي نزلت عليهم الصحف، كانت موحى بها وهي مقدسة لأنها نزلت من السماء. أما الأديان الوضعية لهم كتب مقدسة، ولكن التقديس جاء من العادات التي ألفوها بمرور الزمن، أصبحت مقدسة، وخاصة بالنسبة للهندوسية. نعم، الأديان، الدين الهندوسية، الكتب المقدسة فيها مسحة روحانية بالدرجة الأولى، ولو أن أغلب الكتب هي ليست مدونة وإنما هي شفوية. نعم، الهندوسية لهم عدد كبير من الكتب المقدسة، يعني تقريبا أحد المؤرخين يقول أن كتب الهندوسية ما يقارب 1000 كتاب أو أكثر من 1000 كتاب مقدس، ولكن أغلب هذه الكتب هي غير مفهومة في لغتها وفي أسلوبها، لأنها كتبت بلغات مختلفة بلهجات أيضا، وبمرور الزمن أصبحت هذه الكتب غير مفهومة. الكتب الرئيسية يعني للهندوسية هي 4 كتب واضحة ومفهومة، والهندوس يسيرون عليها، يقرؤونها ويقرؤون ما جاء فيها من نصوص. الكتاب الأول هو كتاب الفيدا، الفيدا. كتاب الفيدا هذا كتب باللغة السنسكريتية، وهي لغة الهند القديمة، وهي لغة غير مفهومة أحيانا، عبارة عن إشارات، عبارة عن خطوط. نعم، معناها السنسكريتية معناها الحكمة أو المعرفة. فالمجموعات التي كتبت فيها، يعني المجموعات النصوص اللي كتبت فيها، المجموعات من حيث القدم، دراستها دائما تؤدي إلى العقيدة الهندوسية. يعني هم يعتمدون على كتاب الفيدا، يدرسوه حتى يتعمقون في دراسة العقيدة والشريعة الهندوسية. نعم، لا يعني مو مخففة وليست كما كانت سابقا. نعم، لسه راح نتكلم عنهم. في كتاب الفيدا هذا نصوص شفوية، يعني هم حافظيها وهم يعتقدون بأنها موجودة في هذا الكتاب، ولكنها ألغيت، جاءت أجيال معينة وألغت هذه وأصبحت مفهومة لدى الأجيال. يعني كل جيل يعرف يفهمها ويفهمها للجيل القادم، وهكذا في العصور اللاحقة. يعني كتب هذا الفيدا في قبل 2500 سنة تقريبا، وبعض المؤرخين يقول قبل 1500 سنة، وبعضهم يقول قبل 800 سنة قبل الميلاد طبعا وليست بعد الميلاد. الفيدا هذا هو 4 كتب الحقيقة، كما هو بالنسبة للكتاب أو كتب تشوفها 4 أجزاء، يعني هو الفيدا 4 أجزاء، 4 كتب. نعم، الكتاب الأول الريج فيدا، اللي ما عنده كتاب هذا يكتب الملاحظة. الكتاب الأول الريج
هذا شنو هذا الريج فيدا؟ هو أقدم كتاب وضعته الهندوسية وسار عليه الهندوس. نعم. ويقال بأن وضع قبل 3000 سنة قبل الميلاد هذا الكتاب. يحتوي على 1028 نشيد أو إنشودة مقروءة يقرؤونها لتقرأ أمام الآلهة. يعني هاي الإنشودات يحفظوها ويقرؤوها أمام الآلهة، وهي عبارة عن أدعية ودعوات وصلوات يجب أن يحفظوها عن ظهر قلب يعني الهندوس. نعم. الريج فيدا هذا نفسه هو الريج فيدا ينقسم إلى قسمين. هذا الريج فيدا ينقسم إلى قسمين، يعني خلينا نقول فصلين، كل فصل هو كتاب معين، كتابة نثرية وبراهمانة. هذا ينقسم إلى قسمين، كتابة نثرية وبراهما. فهذا الكتابة النثرية هي عبارة عن أدعية وصلوات لممارسة الطقوس الدينية. الكتابة النثرية اللي هي تابعة إلى الريج فيدا. والبراهمانا والبراهمانا هذه عبارة عن الواجبات الدينية التي على الهندوس أن يقوموا بها. ما هي الواجبات الدينية؟ فموجودة هذه في براهمانا. نعم. الكتاب الآخر اللي هو يعني الفيدا، هذا قلنا أول كتاب ألف الفيدا. نعم. ياجور فيدا شوية أسمعها. هذا ألف وهذا باء. ياجور فيدا وسامة فيدا ثانيا سمع. هذا ياجور فيدا ياجور فيدا معناها الفيدا الهوائية التي تمنح الهواء، تمنح الهواء إلى البشر لكي يتنفسوا لكي يعيشوا. ياجور ففيها كل ما يعني فوائد الجو، فوائد الهواء، فوائد الطقس. نعم. الياجور فيدا هناك، هاي الياجور فيدا هي قسمين أيضا شوية بها تفصيلات. يعني الياجور فيدا البيضاء وياجور فيدا السوداء. ياجور فيدا هاي البيضاء وهذه ياجور فيدا السوداء. ما معنى ذلك بالنسبة لهم يعني الهندوس؟ ما معنى ذلك البيضاء؟ معنى ذلك أنه يشرح التضحيات التي تقدم إلى أرواح الموتى أو إلى أرواح إلى المناسبات. مثلا إذا الياجور فيدا البيضاء تقدم الأضاحي أو في أيام الأفراح مثل الأعراس، أيام المناسبات كذا، فمثلا يذبحون مثلا شيء أو يقدمون أكلات، يقدمون كذا أو يقيمون حفلات. هذه ياجور فيدا البيضاء. ياجور فيدا السوداء تقدم الأضحيات للموتى، اللي مثل احنا في عيد الأضحى نقدم أضحيات للموتى. نعم.
كل ما يتعلق بهاي الأضحيات موجودة في هذا القسم من الكتاب. نعم. شو أكو قسم مدى يكتبون؟ عندكم كتب؟ كلكم عندكم كتب؟ ها كلكم عندكم؟ موجودة. ها زين. إذن أنتوا كتبوا يعني كتبوا أي يعني الملخص لها ملخص حتى لأن بالكتاب شوية بيها نوع من ال أي نعم. ايضا في هذه الكتب الفيدا البيضاء والياجور الياجور الفيدا السوداء فيها تضحيات الى النور الى النار وتضحيات الى الهلال والبدر وسائر الكواكب. لماذا؟ تعرفون ان الهندوسية هي تتكون من عدد من الآلهة، يعني قسم من الهندوس يعبدون النار، قسم يعبدون البقرة، قسم يعبدون الشمس، قسم يعبدون الهلال، حينما يصبح بدر يتناولوا يعبدوا أشخاص آخرين، سائر الكواكب الأخرى يعبدوا. لا يوجد شخص بالهندوسية يعبد مثلا نهر الكنج أو يعبد البدر، لا يوجد، إنما كل شخص يعبد ظاهرة واحدة بس. واضح هذا؟ واضح. نعم. يعني اختصاص بالعبادة، متخصصين ذول اللي يعبدون نهر الكنج ما يعبدون غير نهر الكنج، لا يعبدون البقرة ولا يعبدون البدر ولا يعبدون النار. نعم. أما الذين يعبدون مثلا البدر يعبدون البدر، ينتهي البدر القمر يصير 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 قمر كامل ما يعبدوا بعد، إلى أن يجي مرة أخرى يصير بدر يبدون يعبدوا مرة أخرى. نعم. كل شخص يعبد ظاهرة معينة من ظواهر الطبيعة. نعم. الكتاب الآخر اللي هو الفيدا، وقلنا ياجور فيدا، كتاب ساما فيدا، كتاب جين وضاء جين ساما فيدا. من ترى عن تسمية ساما فيدا؟ ساما فيدا هذا شنو؟ ساما فيدا هو عبارة عن مجموعة من الأشعار من الشعر. الإنشودات، هذا الشعر ينبغي أن يكون يعني يلحنوه إلى ألحان معينة. هذا كل شخص يعني يأخذ مقطع أو مقاطع من هذا الشعر يحفظها عن ظهر قلب ويلحنها هو نفسه مثل الأغنية، ويروح أمام بالمعبد أمام الكاهن يقرأها، يقرأ هذه الأشعار. نعم. وهي تراتيل وطبعا مجموعة من الإنشادات. والفيدا سما فيدا تعني في الحقيقة هي الفيدا الشمسية، الفيدا الشمسية الذين يعبدون الشمس فقط. موجود هاي هذه مجموعة المنظومات الأشعار اللي عددها 585 بيت من الشعر، هاي كلها تعني يعني تصف الشمس. فهم كل شخص يأخذ مقطعين ثلاثة ويحفظها، وبعدين يروح أمام الكاهن يقرأها يلحنها، يعني مثل الأغنية أو مثل النشيد ينشدها أمام الكاهن. ساما فيدا أيضا تنقسم إلى قسمين، ساما فيدا تنقسم إلى قسمين، المانترا وبراهمانا. منترا براهمانا، يعني نفس هذا اي نفس هذه. اذا ما هو المنترا او ما هي المنترا؟ هي عباره عن اناشيد ايضا او مزامير مثل مزامير
يعني المزامير اليهود اللي يدقون بها هذه المزمار، ولكن هذول يعني ينشدوها في المناسبات، عندما تكون هناك مناسبات يستخرجون هاي المزامير ويبدون يعني يلحنون بها الأناشيد التي هي الموجودة في السما فيدا، الأناشيد الموجودة في السما فيدا. نعم، البرهمانة هي أشعار تشرح العبادات، البرهمانة هذه أشعار تشرح كيف يؤدي الهندوسي العبادة اليومية، مثلا الصلاة عندما يكون في المعبد، عندما يكون أمام الكاهن، أمام البرهمي، كيف يؤدي الصلاة، كلها موجودة هاي التعليمات في براهمانا. نعم، ثم الكتاب الرابع، الكتاب الرابع هو كتاب آثار فيدا، أربعة هذه ألف جيم دال 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 آثار فيدا، آثار فيدا، آثار فيدا، هذه مجموعة النصوص التي كتبها الملوك والكهنة قبل خلينا نقول مئات السنين وبقيت كل وتمحى، ثم يأتي جيل آخر ويكتب هذه النصوص، ويأتي جيل آخر وهكذا. فهناك من يحفظ من الهندوس، من يحفظ لثلاثة أجيال، من يحفظ لأربعة أجيال من الآثار فيدا، من هذه الأشعار. نعم، الآثار فيدا هاي تنقسم أيضا إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين، تترا وبراهمانا. نعم، تترا وبراهمانا. التترا هذه تترا وبراهمانا. فإذن ما هو، ما هي التترا؟ هي عبارة عن أدعية وصلوات، يعني يحفظها الهندوسي، نعم، لكي يستغفر أمام الكاهن أنه هو مذنب، هو ارتكب شيء خطأ، فيأتي أمام الكاهن، أمام البرهمي، ويستغفر، يحفظ هذه الأدعية وهذه النصوص لكي يستغفر ويطلب المغفرة، يطلب العفو من البرهمي. أحيانا يطلب أنه يمحي السحر الذي قد لحق به، يعني احنا عندنا هنا أيضا أحيانا يقولون شخص، بالنسبة لنا هنا يقولون شخص هذا مسحور، عاملين عمل هناك بالهند، هذا الشيء واضح جدا، انت تروح للهند تشوف يعني على الأرصفة، على الشوارع، بالشوارع، بالطرقات، تشوف ذولا يعني واحد مخلي له فد هذا وحصو، مجموعة من الحصو، ويطشها طش الشكل ويقرأ، ويجون ذولا يقعد قدامهم، يقعدون قدامه، وبعدين يقول له انت كذا هيجي، يقرأ له هذا، كلها شعوذات يعني. أو واحد مخلي له قرد مثلا ورابطه، ويجي من ذولا يقعد قدامه، هو يقوم يحكي ويا القرد، على اعتبار القرد راح يتكلم، القرد يقول له، هو القرد هو معلمه أنه يحرك هيك الشفايف مالته،
القرد. فهو شو يقول له؟ يقول له القرد يقول عليك كذا كذا، انت هيك راح تصير، انت كذا، انت راح عندك مستقبل، عندك كذا شو اسمه. فهذا يصدق وهذا يروح ينتشي انه القرد قال هالشكل، هذا الحيوان هو اللي ما يفهم كل شيء، عرف هالشيء هذا وقاله. فاذا فهناك هذه الشعوذات والسحر والرقى ها كلها منتشرة في الهند. فهذه الأدعية هاي يعني البراهمانة هي اللي تنظم أو تخلص الإنسان من السحر. نعم نعم. كل هذه الكتاب الثاني هذا أول كتاب، الكتاب الأول قلنا، الكتاب الأول شنو؟ الفيدا. الكتاب الثاني، الكتاب الثاني سمرتي، كتاب سمرتي أو منو سمرتي. هذا الكتاب الأول. الكتاب الثاني، الكتاب الثاني سمرتي أو منو سمرتي. أو هنا سمرتي أو هنا سمرتي. نعم كلها. نعم. نعم. هذا انتبه رجاءً. سمرتي هو تعاليم مانو. تعاليم مانو. نعم. مانو هو اللي التعاليم التي وضعها مانو واتخذها الهندوس، يعني تعاليم شفوية، هي شفوية ولكن مذكورة في هذا الكتاب. تقول أن تعاليم مانو هي تعني كذا وكذا، هي قوانين وضعت في عصر انتصار الهندوسية على الإلحاد. الهندوسية كان في وقتها يعني قبل الميلاد كان هناك عدة يعني عدة أديان ومن ضمنها الهندوسية. فكانت الهندوسية مع هذه الأديان، انتصرت الهندوسية على هذه الأديان يعني، وأصبحت هي الدين الوحيد ها للشعب الهندوسي أو للهنود. فلذلك مانو هذا اللي هو هندوسي بالأصل كتب هذه التعاليم القوانين اللي يسيرون عليها. واضح هذا؟ نعم. لكي يعني يستولون أو يخضون على الإلحاد. الإلحاد شنو؟ الإلحاد مو لأنه إحنا بالنسبة إن يعني الملحد أنه لا يعترف بوجود الله، لكن بالنسبة لهم الملحد هو اللي يعترف بوجود الآلهة يعني الأديان الأخرى إلى جانب الهندوسية. لكن إذا يعتقد بالهندوسية هو هذا وحداني يعتبر، هو هذا موحد. واضح هذا؟ نعم. ولذلك ظهرت بعد هذا مانو اللي القوانين اللي كتبها واللي وضعها بصورة شفهية وبصورة تحريرية في هذا الكتاب أيضا أصبحت عبارة عن أديان في المستقبل، أصبحت تقاليد وأصبحت عادات ثم أصبحت أديان. منها الديانة الجينية مثلا راح ندرسها، والديانة البوذية أيضا. الديانة البوذية هذه هي قوانين مانو تتكون من قسمين طبعا هاي في هذا الكتاب. القانون الأول هو ويدانجا، ويدانجا قانون ويدانجا، ثم قانون أوبا ويدا، أوبا ويدا. كل واحد منهم الأول يتكون من ست مسائل والثاني خمس مسائل.
وهذه كلها كتبت في أوقات متفاوتة وعصور متفاوتة، وأصبحت عبارة عن يعني أحيانا عندما يقرأها الشخص هي تعبر عن العقل، عقلانية، و يعني وتعبر عن شيء واضح ومفيد للإنسان، ولكن من جهة أخرى هي تعبر عن تكون يعني غير مفهومة وسخيفة ويعني مسفة أسفاف، بها أسفاف وغير واقعية بالنسبة للإنسان. نعم، غير مفهومة أحيانا. هذه هي الكتب المقدسة. هناك كتب أخرى للهندوس، مثلا كتب مهابا براتا. مهابا براتا، نعم نعم، هي ملحمة هندية تشبه الإلياذة أو الأوديسة عند اليونان، وأيضا الكيتا، وهي نظرات فلسفية أيضا يعتقدون بها الهندوس. ويوجا واسستها أيضا تتألف من 64,000 بيت شعر، وهي في فلسفة لاهوتية يعني خاصة بالدين لهم في داخل المعبد. وثم راماهيا ناما، الأفكار السياسية والدستورية اللي هي موجودة، وكلها هذه تعبر عن قضايا غير يعني واضحة وأحيانا ما وراء الطبيعة، يعني يشوفون أن هذه هو صحيح، يعني يفكرون بأن هاي السماء النجوم، بالليل النجوم، بالنهار يشوف الشمس، بالليل القمر، يشوفون الظواهر الطبيعية. أيضا يتساءلون هذه من أين جاءت، فهم عندهم نظرات يعني عندهم أفكار حول هذه الظواهر الطبيعية الموجودة، ولكن غير مفهومة، يعني غير واضحة بالنسبة لما كان عند اليونانيين، مثلا الفلاسفة اليونانيين والفلاسفة العرب بعد ذلك المسلمين. نعم، هذه هي أهم الكتب المقدسة التي عند الهندوس. نعم.